يأتي هذا المؤتمر في دورته الحادية والعشرين لكي يؤسس دعائم العمل من أجل مشروع ثقافي عربي مشترك يعمق وحدتنا وتضامننا ويبني لنا جسورا من التفاعل الخلاق مع الثقافات الأخرى في عالمنا المعاصر، ويحسم العلاقة بين ماضينا وحاضرنا، ويمنح شعوبنا الأمل في بلوغ مستقبل أفضل. فنحن نمتلك الإمكانيات التي تعزز ثقتنا بأنفسنا كعرب، نمتلك موارد بشرية كبيرة من المبدعين والمفكرين والمثقفين في مختلف مجالات الفنون والأداب والفكر والعلوم الاجتماعية والإنسانية. لقد أثبتت السنوات الماضية أن الثقافة ليست نشاطاً تجميلياً، بل هي الإطار الناظم لحركة المجتمع والمحرك الحقيقي للأحداث. ولم يعد خافياً أن الثقافة وما يرتبط بها من منظومات التعليم والإعلام تعد في حقيقة الأمر قضية من قضايا الأمن القومي، بل هي ربما قضية الأمن القومي، بل هي أخطر هذه القضايا جميعاً. ذلك أنها تتصل اتصالاً مباشراً بالوعي السائد في المجتمع وإدراكه لذاته ولطوره وشعوره المشترك بالرابطة التي تجمع أبنائه. عينك على العالم.